السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. فيديو ديال اليوم على الكيك اليومي، كيفاش يجينا طالع منفوخ خفيف وما يهبط ليناش من خرجوه. بزاف بزاف ديال الأسئلة كتطرح يوميا، كيفاش نطيبوه في الفرن ديال الضو، كيفاش نطيبوه في الفرن اللي كيشعل من تحت او من الفوق او بالمروحة او بزاف بزاف ديال الاسئلة اللي كيطرحوها الاخوات وبغينا ليها اجابة. هذا الفيديو غيكون شامل كامل، نحاول ما امكن نجاوب على العديد منها باش نحصلوا على كيك اللي هو ناجح 100% والكل يتمتع باحسن كيك. بقاو معايا نشوفوا كل التفاصيل في هذا الفيديو. نختار معكم هذا الكيك اللي كيجي رائع جدا، وفي نفس الوقت كيف قلت غادي نذكروا جميع التفاصيل باش يجينا ناجح. اول شيء مكونات كلها تكون حدانا، تكون بحارة الغرفة، ما تنجبدوش من الثلاجة في آخر وقت، يعني البيض نجبدوه من قبل باش الكيك يجي معنا مزيان. عندي هنا 4 ديال البيضات، هذا بالنسبة للمول اللي هو كبير وبغينا الكيكة تجينا طالعة مزيان. 4 البيضات كنكرر بحارة الغرفة. بالنسبة المكونات علاش كنحطوها قدامنا كاملة باش ما نساو حتى شي حاجة، لأن كيجوني بعض الأسئلة نسينا الخمارة نسينا الزيت، فكل شيء يكون حدانا ونقولوا بسم الله كلشي غيبان لينا انه يا اما نقص اما مازال بلاصتو. كندير شويه ديال الملح ضروري باش كنعدلو به الذوق، وكندير كاس ديال السكر، هاد الكاس نفسه ديال العنبه يعني نفس العبار ما يعادل 150 غرام. كنضيف معاه كيس من السكر المسم بالفانيلا، وطبعا كيبقى دائما على حسب الذوق، ممكن تنسمو بقشور البرتقال قشور ديال الحامض او تجمعوهم، يعني الفانيلا كيتواتى معاهم كاملين. وكنطربو بالطراب الكهربائي، ما عندناش وما توفرش لينا في الكيك اليومي ممكن اننا نحضروه طبعا في الخلاط الكهربائي، يعني في الكاس ديال العصير نطلعو نتبعو المراحل كما هي. غير في المرحله الاخيره اللي غادي نضيفو فيها الدقيق والخميره كنردوه للجبانيه، كنستمر كنخفق، ومن بعد عاد كنضيفو السوائل. انا عندي كاس ديال الزيت ما عامرش بزاف، تقريبا 160 حتى 170 باش تجيني ما مزيتاش، يعني بغيت نقص باش تجيني خفيفه اكثر. بغيتو ديروه كامل ماشي مشكل وماشي اشكال، يعني غير ما نزيدوش عليه، فقط غنخلط غير شويه وكنقص من السرعه ديال الخلاط، وكنضيف الماء. هذه غندير فيها الماء وغندير فيها الياغورت. هنا عندي كاس لارب ديال الماء ما يعادل 150 مليلتر، والكل بحارة الغرفة أو ندفيو الماء. أنا دفيته واحد شوية، وغادي ندير واحد العلبة ديال الياغورت الطبيعي، ما تكونش باردة حتى هو، نجبدو أعتذر ماشي طبيعي فانيلا، ممكن نستعملو الطبيعي 110 غرام. هذا بنكهة الفانيلا، ممكن نديرو موز أو خوخ، وكنحكو واحد الحامضة كإضافة فقط. كيف قلت لكم هاد النكهات بجوج خصوصا الفانيلا مع الحامض كتجي زوينه بزاف، ما توفرش ممكن اننا نستغناو عليه ماشي مشكل. كنضيفوه في هاد المرحله او في الاول ماشي مشكل، ثم غادي نستمروا في الخلط، يعني وما نبالغوش في هاد المرحله. والسرعه ديال الخلاط ما تكونش مرتفعه، يعني كنقصوا. وممكن في الكيك بحال هذا نستعملو حتى طراب اليدوي، غير انه نحسو بالمكونات انسجمت مزيان وطلعات وداب السكر والبيض يعني ارتفع. كنضيفو واحد المعلقة ديال الخل، يعني كتعطي نتيجة احسن، كنحصلو على كيك منفوخ اكثر، وحتى الريحة ديال السفورة ما كتبقاش، ومن الاحسن يكون الخل العادي معلقة واحدة فقط. ونقطة اخرى هي ديال المكسرات او اي حاجة ثقيلة. انا هنا مثلا غادي نضيف الشوكولا، هي شبيبي دو شوكولا، طبعا انا كيبقى اختياري، ممكن ديروا اي حاجة ممكن تستغناو عليه. طبعا انا كنعطيكم اقتراحات، الا دفناه خاص العجين يكون ثقيل شوية، اي حاجة غادي نضيفوها مكسرات او اي اضافات تكون ما تكونش ثقيله على الكيك، لان بزاف الاسئله كيجوني خصوصا فحال كندير لك التفاح ولا كنديرو مكسرات ويقول لك طلع لي هبط لينا الحشو لتحت، فالسر انه تيكون عندنا هذيك الشيء اللي كنزيدوه اثقل من الكيك، ودائما الحاجه اللي ثقيله كتهبط لتحت، لان بما تكونوا مقادين
يعني في الكتله ديالهم وفي القياس ديالهم، ما عرفتش كيفاش نعبر لكم، يعني باينه مفهومه. وضروري كنغرب له الدقيق مزيان، انا كنغرب له مره واحده. ممكن طبعا إن عندكم مشكل فيه ولا في النوعيه الدقيق اللي كتستعملوا تغرب له على جوج مرات. وضروري حتى الخميره ديال الحلويات نتاكدوا ان الصلاحيه ديالها مازال، ويتغربل باش ما يبقاش لينا كويرات ويبقى لينا في وسط الكيك مكور وما يديرش المفعول ديالو، لان الخميره عندها دور كبير، هي اللي كتطلع الكيك وهي اللي كتنفخه وباش كيجي يعني حتى خفيف. وما كنديروش الدقيق مره واحده، كنخلطوا ولا احتاجينا وعاد كنزيدوا. بالنسبه ليا هنا كيف قلت لك درت في هذا نص كاس ديال بيبيت شوكولا، انا استعملتيش يعني هنايا ماركه ديال ماكاو اولا ديال الفيل، يعني كيعطي مذاق زوين بزاف بزاف للكيك، واصلا الوليدات كيعجبهم يتلقاوه فيه. كنضيف الدقيق ونخلط بطراب يدوي وبشويه. وممكن الا كنتو غادي ديروا كيك اسفنجي فغادي ديروا سباتولا او ملعقه خشبيه وديروا من التحت الفوق وما تبالغوش باش ما يهبط لكمش الخليط ديال الكيك. الكيك مازال خفيف، فغادي نزيد كاس اخر، يعني بالمجموع اللي درت في هذا الكيك 3 كؤوس ديال الدقيق. ما نضيفوش مره واحده، دائما حتى نتاكدوا، حيت كاينه معطيات اللي كتدخل في الكميه ديال الدقيق، اللي هي الحجم ديال البيض وحتى النوعيه ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما تيشربش، يعني نديرو شويه بشويه حتى نتاكدوا. الكيك كما لاحظتوا انا دايره حشوه اولا دايره مكسرات زايده اولا شي حاجه من ما نبغيهاش تهبط لي لتحت، فخاصو يكون شويه ثقيل. ما عند دايره حتى شي حاجه يكون خفيف ماشي مشكل. المول فكيبقى لينا طبعا الاختيار، مول اللي خاوي من الوسط طويل ندور، غير نحترموا عندنا كيك بحال هكا اللي غادي يجي عالي، فما نديروش واحد المول اللي هو صغيور باش ما يفيت لناش مشناب. بعدنا وبغينا يجينا طالع وباين فنديرو مول يعني يكون مقاد في الحجم ديالو، بحال دابا هذا فيه مثلا 26 فكيجينا فيه هو هذاك. كنكونوا مدهنينو من قبل بالزبده ورشينو بالدقيق. بالنسبه للمكسرات كنأكد دائما ان هذا السؤال اللي كيتعاود عليا، علاش كتهبط لينا؟ ردوا البال، يكون الكيك ثقيل شويه اولا المكسرات نقطعوهم قطع اللي هي صغيره، خصوصا اللوز، لان دائما تيقولوا لي نعوضوا الكركاع باللوز. اللوز اما تلاحظوا معايا فهو غادي يهبط ليا شويه لداخل، لان درتو قطع كبيره، درناه قطع اللي هي صغيره اولا هرمشناه فغادي يبقى لينا الفوق. الكركاع بالطبيعه ديالو خفيف، واخا كنديروه الفوق تيبقى. التفاح الا درناه وقطعناه قطع اللي هي غليظه وكان الخليط خفيف فغادي يهبط للوسط ما غيبقاش لينا الفوق. انا درت هنا مجموعه ديال المكسرات بيبيت شوكولا لوز مقطع وشويه ديال السكر اللي هو اسمر، وكيف قلت من قبل فهاد الاضافات كتبقى دائما اختياريه، ممكن اننا نخليوها كما هي ونقدموها كتجي ولا اروع، يعني ماشي ضروري ديك الاضافات كتبقى غير يعني تنزيدوها فقط. الطهي ونقطه مهمه لان بزاف الناس كيتشكاو منها خصوصا اللي عندهم الفرن الغازي. الفرن الغازي مع الوقت كيديفورما، يعني كيولي عوج وكيجيب لنا كيك طالع من واحد الجهه وهابط من واحد الجهه. يعني بكل بساطه غادي ناخذ واحد المعلقه ونردوا البال الجهه اللي جينا ديما طالعه، نديروا معلقه بهذا الشكل. ما تخافوش على معلقه، واحد المعلقه واخا تبقى تكحل لكم ماشي مشكله، تخليوها خصيصا لهذا الغرض تقادوا بها المول ديالكم. يعني الجهه اللي كتجيكم طالعه هي اللي غادي ديروا تحت منها المعلقه باش تهبط لكم الجهه الاخرى وتجيكم قاده. يعني غير عقلوا ردوا البال فين عندكم المشكل، ولا غيبان لكم الا فتحتوا الفران فين الجهه اللي عندكم عوشه. هذا بالنسبه حتى كاين الناس اللي عندهم فرن كهربائي فخاصكم تقادوا، تيكون عندكم اما حاطينه في لابونت اما يعني هو محطوط عوج، لان الفران الكهربائي ما تيديفورماش غير هو الوضع ديالو وكيفاش كيتحط. بالنسبه للفرن فاما كتسخنوه بقبل او كتدخلوا ليه بارد. انا من الناس اللي كندخل دائما وخصوصا هذا الكيك اللي في هذا الشكل الفران اللي هو بارد، تيتشعل من التحت بوحدو ومن الفوق بوحدو، فكندخلوه في الوسط كنشعلوه من التحت كنخليوه حتى كيتقرب يطيب عاد كان اولا كيطيب تماما كيبقى لنا غير التحمر كنشعلو له من الفوق بلا مروحه. انا من الناس اللي ما كنخدمش المروحه الا كنت باغا ندير شي حاجه اللي كتشوى دجاج اولا لحم اولا هو اللي كنديرو. بالنسبه للفران اللي كيتشعل من الفوق فقط ومن التحت هذا هو اللي كيطرح بزاف، كيفاش نديرو نتحكمو فيه؟ كاين حل اولا جوج حلول على حساب النوعيه ديال الفرن. كاين الفرن اللي كيسخن بزاف، اولا كنديرو درجه الحراره اللي تهبط شويه يعني بين 160 170 ما كنسخنوش بزاف،
وكيبقى كيف قلت لكم على حسب، كاين الفرن اللي كيسخن بزاف وكاين اللي لا، ممكن ديرو حتى 180 وكنحددو الوقت، فكيبقى طبعا على حساب، انا كندير 40 دقيقه وكنشوف ولا بحتاجيت وكنزيد. كندخلو الكيك ديالنا وكنبعدوه على الفوق وكنخليوه في الطرف التحتاني. رضينا البال يعني، وجربنا واحد المره وبان لينا انه تيطيب من تحت وتيخطف من هذا، نبقاو نديروه كذلك في الوسط. بالنسبه لهذا الفران هذا فغادي نديروه في الرف التحتاني لانه كيطيب يعني 170، فهو كيطيب على خاطرو وما كيخطف ما كيحرق. وباش نعالج المشكل ديال العافيه اللي الشعله اللي من الفوق وانا ما عنديش الحاجه فيها، ف كما غادي تشوفوا معايا، اما غادي نغطي الكيك ديالي من الفوق بواحد قطعة ديال ورق ديال الطبخ، فما تخافوش كتطلع عليها وكتعاود تطلع ليا كذلك، اولا كان تيوصل الحار كيوصل الحراره ورغم ذلك وتتوصل بزاف، وكنلاحظوا بان الكيك ديالنا طاب من الفوق ومن التحت ومن الجناب وهو من الداخل مازال خضر، فكنديروا صفيحه بحال هكا كنغطيو بها الحراره من الفوق وكنخليوه يطيب على خاطر. ممكن نستعملوها مع المعجنات كامله، كنخليوه كيطاب في الاول كيطيب غير من التحت حتى كنشوفوه شد راسو تنفخ، تسأل الاقل واحد 35 دقيقه، ما خصناش نحلو على الفران وهو مازال ما طابش نهائيا لان غادي يكون من فوق وعادي عاود يهبط، ما نهبط نخرجوه اولا نحلو عليه تنأكدو بانه تماما شد راسو وطاب، وكيبقى على حسب الوقت كيف قلت لكم بين 35 40 دقيقه عاد نفتحو عليه. مادام درنا 160 او 170 وفرنا ما كيخطفش فحتى دوز 40 دقيقه كنشوفوه تنفخ، كنقلبوه بواحد الكيوطون ولا بواحد السكين ونتاكدوا انه من الداخل طايب، عاد كنحلو عليه اولا كنشعلو عليه من الفوق يتحمر ونخرجوه. ما تحلوش عليه وما تخرجوش حتى تشموا ريحته وتاكدوا تماما قلبتوه وبان لكم بانه مازال خضر خليوه في الفران يزيد يكمل، ماشي مشكل. خرجتوه كاع وبان لكم خضر عاودوا غطيوه بواحد البابي الومنيوم المول كامل وعاودوا دخلوه خليوه يطيب، غير هو من الاحسن ما يخرج حتى يطيب تماما باش ما توقعوش في المشكل انه يعاود يهبط، لان بزاف بزاف الناس كيتشكاو من هذه النقطه. يعني هي الطريقه ديال الطهي اولا تعرفي الفران ديالك فاكيد غتبقى تنجح معاك الكيك ديالك، وخصوصا يعني هو من الاشياء اللي صعيبه واللي كيلقاو الناس فيها مشكل، اما الاشياء الاخرى يعني المخبوزات اولا الحلويات اولا فهي يعني ما كنلقاوش فيها مشكل كبير. كنتمنى هذه المعلومات كامله تكون فاتكم وتجربوا هذه الكيكه، هي راه كتجي زوينه وخفيفه وكتجي طالعه وناجحه. شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم والتشجيع وعلى اللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.